وينضم إلينا من نيويورك الباحث في العلاقات الدولية ثين روزنباوم، ومن القاهرة عضو مجلس النواب المصري السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور عماد جد. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ ثين. ربما من آخر التطورات على مستوى واشنطن مع إعلان أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي مرة أخرى سيتوجه للكونغرس الأمريكي عبر دائرة الفيديو في اجتماع افتراضي غدا الأربعاء، ترحيب من الرئيس الأمريكي بهذه الخطوة. ما الذي يرجوه هذه المرة زيلينسكي؟ هل من شأنه أن يؤثر في المشرعين الأمريكيين للضغط على الإدارة الأمريكية في عدد من مطالبه لجهات المقاتلات، الأسلحة الهجومية، لجهات حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية، علما وأخذا بعين الاعتبار البيت الأبيض قبل قليل قال لا رغبة لنا في حرب عالمية ثالثة وبالتالي الانخراط بشكل مباشر مع روسيا؟ هو في وضع صعب للغاية لأنه له شعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعرف أنه عندما يتحدث إلى الكونغرس سيصغى إليه بانتباه والشعب الأمريكي سيصغ إليه، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون حذرا في عدم انتقاد إدارة بايدن. لابد أنه مستاء من تردد إدارة بايدن في مسألة دعمه في منطقة حظر الطيران وتزويده بمقاتلات وأنظمة دفاع أقوى، لذلك لاحظنا أنه يتأرجح ما بين الجانبين، من جهة يمدح إدارة بايدن ومن جهة أخرى يبدي استياءه ويذكر أمريكا ودول حلف شمال الأطلسي أنه مثل داود الذي يقاتل جالوت وأنه لن يستسلم، هناك مدنيون يقتلون وأنهم يتفرجون ولا يفعلون أي شيء في حين أنه بإمكانهم المساعدة. لذلك من جهة يصغى إليه بشكل كبير بفضل شعبيته، وحتى مع الموقف الأمريكي فإن الأمريكيين يدعمون الأوكرانيين ولكنهم في نفس الوقت لا يريدون أن يشاركوا أو أن يرسلوا قوات للقتال في أوكرانيا أو أوروبا. دكتور عماد، برأيك كيف تبدو مهمة زيلينسكي؟ يعني أتصور أنه صعب الأمر على نفسه حينما اعتقد أن بالإمكان مساعدته بأسلحة متطورة، تحديدا طائرات ميك 29 من بولندا وغيرها من الدول المجاورة، أو اعتقد ولا يزال يعتقد أن الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. هذا الأمر مستبعد إلا إذا كان هناك قرار بالانتحار الجماعي أو للكوكب ككل، لأنها ستتحول إلى حرب تدمير شامل لكل الأطراف وربما لا يبقى على الكوكب شيء. وهو يعني أمر طبيعي أن تقول للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم أن حرب عالمية ثالثة ليس في مصلحة الشعب الأمريكي، هي ليست في مصلحة أحد، مش الشعب الأمريكي بس، لأنها لو اندلعت الحرب العالمية الثالثة مش هيبقى في شعب أمريكا أصلا ولا أي شعب تاني، ما لدى القوى الكبرى تحديدا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة دمار شامل يكفي لتدمير الكوكب أكثر من 6 مرات. وبالتالي أنا أتصور أن الرئيس الأوكراني راح ضحية أوهام حينما تصور أن الغرب يمكن أن يقف معه، أن الغرب يمكن أن يساعده لحدود معينة، الغرب يستنزف روسيا عبر أوكرانيا لكن لن يمكن أن يأتيه بمرتزقة، يأتيه بمساعدات إنسانية. يعني أنا أستغرب عن رئيس دولة دولته تتفرغ أو تفرغ من مواطنيها وتدمر. كان ينبغي عدم الدخول إلى هذه المنطقة، وكان ينبغي من الدول الغربية إذا كانت تخشى على الشعب الأوكراني أن تحتفظ بقناة اتصال، لأن الرئيس الروسي لا يعني كلما فرضت عليه عقوبات كلما أمعن في يعني موقفه وتشدده ولا يوجد لديه شيء يخسره. وبالتالي أتصور أن الرئيس الأوكراني يعني ربما لا خلفية سياسية ولا أمنية له، ربما أيضا حتى حينما من ضيفك السابق استمعت إلى جملة مهمة للغاية وهي نفهم فيها العقلية، حينما قال أن ما يجري
هو داود يحارب جلياط، هذه قصة توراتية ويريد أن يقول أن جزء من شعب الله يحارب كفرة، وهي أمر غير منطقي وغير طبيعي، لكنه يدغدغ به مشاعر اليمين الأمريكي، وهو أمر لن يجدي نفعا في الحقيقة. أستاذ ثين، هناك حسابات داخلية انتخابية أمريكية بالنسبة للإدارة الأمريكية من هذه التطورات، يعني حتى من خلال التصريحات الأمريكية هناك التلويح بمزيد من التصعيد ليصل الأمر إلى حد فرض حظر شامل أو تجاري شامل على روسيا، وهذا حسب أغلب القراءات والتحليلات أمر غير وارد بل غير ممكن. زيادة أسعار الغاز أضرت بالكثير من الأمريكيين، وهذا يظهر أنهم لن يكونوا مستعدين إلى أمد بعيد لدعم مواجهة روسيا. ومع الوقت عندما تستمر هذه العقوبات بشكل كبير، هذا سيضر الروس لكن سيسبب الأذى والألم للأمريكيين أيضا. نعرف أن الأمريكيين أقل اعتمادا على غاز أوروبا ونفطها بالمقارنة مع أوروبا، لكنهم سيتضررون ويشعرون بذلك. إذن هم يمكن أن يتوجهوا إلى الإدارة الأمريكية ويقولون كيف يمكن أن توقفوا هذا، لأن هذه العقوبات تؤذي الأمريكيين والأوروبيين. كذلك الأمريكيون لا يريدون أن ينخرطوا في الحرب، ويعرفون وكما قال ضيفك أنه إذا فعلوا ذلك فإنهم يدركون المخاطر. الأمر يتعلق بدولة نووية وهي روسيا، الأمر سيتعدى ما حدث في الحرب الباردة حيث لم تستخدم الأسلحة النووية، لأنهم كانوا يدركون أن ذلك يعني دمارا شاملا. وحاليا بوتين كان قد قال لحلف شمال الأطلسي وأرسل له رسالة دون أن يخاف بأنه يمكنه أن يستفز حتى الأوروبيين ويستخدم ما لديه من أسلحة استراتيجية، وهذا كان مخيفا. هل هذا قائد روسي يؤمن بكل أسلحة الدمار ولا يمكن ردعه، وبالتالي قد يفعل ذلك؟ وهذا أرسل رسالة خطيرة، وأن العالم لا يمكنه تحمل ذلك. ولكن عموما هناك روايات وهناك تبادل الاتهامات فيما يتعلق بالأسلحة، فيما يتعلق للانتهاكات التي تحصل على أرض الواقع في أوكرانيا حاليا. وهنا أستاذ عماد ربما يعود لمسألة حرب الاستنزاف اللي كنا نشير إليها، إلى مسألة العقوبات الحسابات الداخلية، لكن هل بدأت تؤثر برأيك في روسيا لجهة ربما تصريحات وتأكيدات البيت الأبيض قبل قليل على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية وكذلك العقوبات لحلفاء الولايات المتحدة دمرت الاقتصاد الروسي بالكامل حسب تعبير متحدثة باسم البيت الأبيض، وربما يمكن أن نستشف عدد من القرارات الأخيرة للجانب الأمريكي الجانب الروسي وتصريحات روسية بحظر تصدير السكر الأبيض وحظر صادرات القمح إلى منتصف هذه السنة لدول حليفة حقيقة، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، فيما يعرف بالاتحاد الاقتصادي الأوروبي، بتلويحات روسية كذلك، بعقوبات على شركات روسية تلتزم بالعقوبات الغربية. كيف يمكن أن نقرأ هذه القرارات؟ شوفي، عايز أقول لحضرتك أن الحرب جزء منها آلة إعلامية الذي يسوق رواياته ويركز على خطابه، يستطيع أن يكسب قدر من التعاطف ويعطي حتى للأكاذيب قدر من المصداقية، لدى العامة. الاقتصاد الروسي اقتصاد ليس ضعيفا حتى نستطيع أن نقول أنه انهار. الاقتصاد الروسي يعتمد بالأساس على مواد أولية، وبالتالي هو لا يعتمد على هاي تيك أو أمور معينة تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التعاون مع الخارج. هو ليس مثل دول الاتحاد الأوروبي وفيما بينها. روسيا تعتمد على ذاتها، اقتصادها بالأساس إذا كان الناتج القومي بتاعها 1.6 تريليون تقريبا دولار، فأكثر من نصفه يأتي من المواد الخام، وبالتالي والمواد الخام أسعارها بترتفع. لكن طبعا العقوبات هتأثر، لكن هذه عقوبات تؤثر على الآخرين أيضا. ربما الولايات المتحدة الأمريكية
لديها ما يكفي من المواد الخام بحيث تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي. أيضا في السياسة كل شيء مباح، يعني لا توجد قيم ولا أخلاقيات، بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بوفد رفيع المستوى إلى فنزويلا تسرع التفاوض. لا، ولكن كان هناك كان هناك نفي. يعني البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي قبل قليل أكد أنه إلى غاية اللحظة ليست هناك محادثات قائمة أو نقاشات قائمة حاليا مع فنزويلا بعد كل البلبلة والجدل اللي دار في الفترة الأخيرة. حضرتك في وفد زار. ما أنا بقول لحضرتك الجزء من المسألة هو الآلة الإعلامية. لذلك أيام الحروب يعني أخطر رجل بعد هتلر كان جوبلز، وزير الإعلام الخاص بهتلر، وبالتالي يعني ترويج الروايات ونشر المظالم. يعني أنا أتصور أنه بدلا من التركيز على هذه القضايا، بدلا من أن يتركوا الأمر لإسرائيل وتركيا فقط تبحثان عن حل وسط وليس لهما الثقل الكافي، يعني لو كانت ميركل موجودة أو كان ترامب موجود ربما ما اندلعت هذه الحرب من الأساس، وكان جرى أي منهما ليجلس مع بوتين ويتفاوض معه ويحل كل الإشكاليات. يعني الإشكاليات تحل على مائدة المفاوضات. الآن أنا أرى الشعب أوكرانيا تفرغ من شعبها ويبحثون عن ممرات آمنة ومواد غذائية. اوقفوا، يعني تحركوا للحلول الوسط، ليست هي مباراة صفرية، بمعنى أنه يمكن البحث عن حياد أوكرانيا، يمكن البحث عن صيغ للتوافق حول القرم وحول الدنباس. هذه أمور مهمة، لكن أن يتحدثوا عن من الطرفين يتحدثوا عن مرتزقة وسلاح يكدس واستنزاف وحصار للمدن. يعني أنا رأيي أن الشعب الأوكراني الذي يزيد عن 40 مليون سيعاني معاناة شديدة، والغرب قال بشكل واضح، الناتو قال، الولايات المتحدة قالت ليس في مصلحة شعبنا الدخول في حرب عالمية ثالثة. طب ما فيش حرب عالمية ثالثة، روسيا لو استمرت في هذا الأمر وتحملت العقوبات وستتحملها، لأن في أبواب خلفية حضرتك. إذا كان إيران تحملت العقوبات، إذا كان العراق في يوم من الأيام تحملت العقوبات، فما بالك باختصار. لا، ولكن اللافت هنا أن هناك قلق ورهان أمريكي على الموقف الصيني وما يمكن أن تمثل الصين كمخرج لروسيا. كيف يمكن نظر لهذا أستاذين مع هذا التركيز، مع نسبة القلق الأمريكية هذا، مع عدد من التصريحات ما بعد زيارة سوليفان إلى روما ولقائه بالمتحدث باسم الخارجية الصينية، وعلى ما يبدو لم يخرج بأي نتائج واضحة. هناك تسريبات لوسائل الإعلام الأمريكية على أن روسيا طلبت مساعدات عسكرية ومالية من الصين. هذه المرة تتحدث حتى عن مجموعة طعام عسكري فيما يعرف بالوجبة الجاهزة للأكل، وأن الصين منفتحة على هذا الأمر. دعونا نتذكر أنه عندما أخبر بوتين بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم أكثر من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، كانت أمريكا تخاف من أن يعتبر ذلك كاستفزاز وكتصعيد. ما من شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بشأن نفسه فيما يخص طلب روسيا مساعدات من الصين. كل طرف يحاول اللجوء إلى دول وأمم أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح وجلاء ستنظر إلى هذا الإجراء انتهاكا لمبدأ الحياد، وكل مساعدة قد تقدمها الصين إلى روسيا عسكريا واقتصاديا ستعتبر استفزازا مثيرا للقلق. نتحدث عن عملاقين نوويين، وبالتالي فهذا الأمر لا يمكن التساهل معه، وخصوصا الآن عندما نعرف في السنوات الأخيرة الماضية أن أمريكا انسحبت من عدد من أماكن في العالم، لم تعد تلك الدولة التي كانت كما هي في السابق مستعدة للدفاع عن نظام العالمي الجديد، لم يعد لها شهية في القتال في حروب خارج حدودها. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول شمال الأطلسي قلقون بأي تحالف بين الصين وروسيا، لأن هذا سينقلب إلى قتال غير منصف وسيجعل الناتو
يقفز للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، ولكن إذا حدث تحالف سيكون ذلك صعبا. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، إذن من نيويورك الباحث في العلاقات الدولية ياسين روزنباوم، ومن القاهرة عضو مجلس النواب المصري السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور عماد جاد. شكرا جزيلا.